في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي وأجمل منك وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ من ايه بكونوا كويسين؟ رجعت لكم فيديو رياكشن، المرة دي قرآن رياكشن على الشيخ مشاري الافاسي من سورة هود. وقبل ما ابدا، لو انت جديد في القناه، انا اسمي احمد ولا من مصر، وبعمل فيديوهات رياكشن على اس بي اي وصبيان من اندونيسيا وقران رياكشنز برضو، وبعمل تحديات. وقبل ما ابدا، لو انت جديد في القناه ولسه ما اشتركتش في القناه، فضلا غير اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وما تنساش لو الفيديو عجبك دايما بلايك وشير مع أصحابك عشان نوصل إن شاء الله بدعمكم لايك ومشترك في قلب في أقرب وقت. ولو عندكم برضو أي مقترحات ولا في التلات تحت، أو تبعتها على الانستجرام، اللينك بتاع الديسكريبشن واللي هيظهر لكم هنا ده. وبرضو متنساش تتابعونا على صفحة الفيسبوك اللي هي برضو تظهر لكم هنا، وبرضو أكونت التيك توك بتاع اللينك بتاع الديسكريبشن، وبرضه يظهر لكم هنا في نفس المكان. ولو عندكم برضه أي مقترحات لأكشنات أو تحديات، قولها لي في التعليقات تحت. وبرضه متنسيش تشوف التحدي بتاعي أنا وابن خالي برضه من البلاي ليست هنا. ويلا بينا نشوف الفيديو. وأجمل من بسم الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. يا جماعة تنسوش لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك، ويلا نكمل الفيديو. شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه
عليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن نصيبهم غير منقوص ما شاء الله يا جماعة تلاوة مؤثرة جدا وتمس القلوب ودي من وأنا من محبي الشيخ مشاري الأفاسي ولو عجبكم ردة فعل تشوفوا تعملوا بلايك فضلا نايس أمرا تقديرا للمجالات اللي بعملها وعشان تشجيع المرضو ليا اللي نعمل فيديوهات تانية زي دي ومشتركوش في القناة اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله ولو انت مش من مشترك القناة تعمل شير مع أصحابك عشان إن شاء الله نوصل لألف مشترك ومدعمكم إن شاء الله. وعندكم أي مقترحات برضو لازم في التعليقات تحت أو تبعتوا لنا الانستجرام اللي يظهر لكم هنا ده وبرضو تابعونا عن الصفحة الفيسبوك اللي هي تظهر لكم هنا برضو والتيك توك بتاعي في الديسكريبشن تحت اللينك برضو ويظهر لكم برضو هنا وهيظهر لكم برضو ويكون اللينكات في الديسكريبشن طبعا وان شاء الله بدعمكم نوصل لايك ومشترك في اقرب وقت ان شاء الله واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله برضو على القرآن رياكشنز على الشيخ مشاري الأفاسي برضو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة فضلا وليس امرا الفيديو ان شاء الله ده عاوز يوصل لخمسين لايك عشان نشجع ان شاء الله واعمل فيديوهات اكتر. النساء خلقت مبرأة.